في محاولة للرد على اتهامات منظمة حقوقية غربية للسلطات المصرية بانتهاك متزايد لحقوق الإنسان في البلاد، اختص وزير شؤون مجلس النواب المراسلين الأجانب بالقاهرة للمرة الأولى من نوعها لعرض تقرير صادقت عليه الحكومة حول ملف حقوق الإنسان، الهدف منه تحسين صورة مصر في الخارج وتأكيد عزمها تطوير سجل حقوق الإنسان. وتتهم الحكومة المصرية منظمة هيومان رايتس ووتش بتشويه صورتها أمام العالم بغية تحويل ملف القاهرة إلى المحكمة الجنائية الدولية بدعوى وجود انتهاكات وتعذيب واختفاء قسري في البلاد. ما فيش عندنا في مصر حاجة اسمها اعتقال، بس هو بيستخدم المصطلح بتاع الاعتقال عشان يسيء للبلد، بيقول لك ده فيها اعتقالات إدارية بدون تحقيقات قضائية، وهذا كلام غير صحيح بالمرة. ما فيش واحد، وأؤكد لك ما فيش واحد داخل السجن اسمه مش مودع بقرار قضائي. وفي خطوة إضافية قرر النائب العام المصري إنشاء إدارة لحقوق الإنسان تابعة له لبحث الشكاوى والتقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لحماية الحقوق والحريات وتعزيزها في البلاد. غير أن ملابسات الاعتقال السياسي وملاحقة الصحفيين والمعارضين في البلاد ظلت تثير تساؤلات في المجتمع المصري، لذا وجهنا تساؤلا حول هذا الأمر. مفيش جهة واحدة دولية بتطلع تقارير عن الصحفيين في مصر سألت نقابة الصحفيين عن الصحفيين. اذهب إلى نقابة الصحفيين واذهب إلى أي جهة أخرى، بس اطلب منها أما تقول لك في 80 صحفي قول لي اثبت لي الأول إنه صحفي، مش إنه منخرط في عمل سياسي من حقه أن ينخرط، لكنه لا تضعه على قائمة الصحفيين. ويرى حقوقيون محليون أن واقع حقوق الإنسان بات يبعث على القلق في البلاد في ظل وجود أكثر من 24 صحفيا وعشرات الألاف من المعتقلين داخل السجون بتهم فضفاضة. الوضع حول الحريات وحول الإنسان في تدهور مستمر على مدار الأربع سنين اللي فاتوا تقريبا، لسه بنشوف لغاية دلوقتي أنه هو لسه في صحفيين بتحبسوا، لسه في غلق كامل شبه كامل للمجال العام. فهو الوضع زي ما هو، ما تغيرش خالص. وفي الحقيقة كمان ان هو ما فيش فرصة للتغيير، بالذات ان احنا دلوقتي مثلا خلاص على فاضل 4 شهور تقريبا وفي انتخابات رئاسية. فلما جينا نشوف ان هو يعني كل حد حب اعلن نيته عن ان هو يترشح للانتخابات بيواجه مشاكل. لكن مصر التي تنتظر استحقاقا رئاسيا الصيف المقبل تراهن على تحسين هذا الملف بإجراءات تأمل منظمات حقوق الإنسان ان تواكب المعايير الدولية. تنفي الحكومة المصرية وجود انتهاكات أو تعذيب في السجون هنا، وتقول إن هناك حملة ممنهجة لتشويه صورة البلاد من جانب المنظمات الدولية، لكن منظمات حقوقية محلية تقول إن هناك تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة في مجال الحقوق والحريات. مسلم قنديل، الحرة، القاهرة.